في الداخل المصري، بل مصر أصبحت المركز الإقليمي الاقتصادي الواعد لكبريات الشركات المتخصصة والكبرى حول العالم في الكثير من المجالات. هذا ليس المؤتمر الأول، عقد من سابق الكثير من المؤتمرات الخاصة بالبترول والطاقة المتجددة والغاز. اكتشافات مصر من الغاز الطبيعي والثروات الطبيعية التي حظى بها الله مصر في السنوات الأخيرة، ربما عام 2019 كان الأكبر من حيث عدد الاكتشافات نهاية 2018 2019 واستمرارها على مدار الأشهر الماضية، حقل ظهر هذا العرس الذي توج بمجال الطاقة والغاز في مصر وما يقوم به من إنتاج يكفي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المصري أو الدولة المصرية، ويفيد أيضا لما يخص التصدير إلى الخارج. الشعار مرة أخرى نتحدث به شمال إفريقيا والبحر المتوسط. لماذا البحر المتوسط؟ لأن البحر المتوسط هو الذي يربط بين قارات العالم الثلاث، هو المليء بالثروات الطبيعية الخاصة بالغاز الطبيعي. اتخذت مصر الكثير من الخطوات الهامة في مجال ترسيم الحدود البحرية، وكان أيضا نابع من الرؤية الاستراتيجية والواعية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع دولتي قبرص واليونان. وهنا حقل ظهر واستثماراته المختلفة، 2.7 مليار متر مكعب كان إنتاج الحقل في بداية 2019، وصل لنهاية 2019 أو نفس العام إلى 3 مليون متر مكعب. أيضا أتول الحقيقة من حقول البترول الواعدة في الدلتا، أو الحقيقة شمال دمياط تحديدا أو محافظة دمياط، حقول في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية، وطرح مصر الأول مزايدة للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول في خليج السويس والبحر الأحمر. الحقيقة الشركاء التجاريين وجذب الاستثمارات، عمليات التمويل، التحول الرقمي أيضا في قطاع البترول وكيفية استغلاله بالشكل الأمثل وتوظيفه في هذا القطاع يعطي ثقل وبعد لهذه الاستثمارات من خلال منصة مصر الإلكترونية. صورة ترسم بملامح جديدة للغد للطاقة المصرية. هذا الملف الذي لا يطفي فقط على مستقبل أفضل للشعب المصري، لكن أيضا يطفي بأمال واعدة جدا لمستقبل الطاقة وتداولها حول دول العالم المختلفة. مصر همزة الوصل في طرق التجارة، بنتحدث عن منطقة لوجستية لتداول الطاقة، بنتحدث عن عبور من القارة الإفريقية وقارة آسيا إلى القارة الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي. بالطبع عندما نتحدث عن المواد الخام أو المواد الأولية بنضيف إليها نسب ينبغي أن تكون هي القيمة المضافة، القيمة المضافة التي نتحدث بها في مجال الطاقة وصناعة البتروكيماويات. مصنع موبيكو في دمياط، أسيديكو في الأسكندرية، وتسييل الغاز وإقامة الصناعات البتروكيماوية هي الأخرى بتعطي بريق خاص لهذا القطاع. حقيقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يكون رئيس اللجنة الفنية لإيجيبتس 2020 هذا العام، بيتحدث فيها عن خطط مصر في المستقبل، ما تم إنجازه من سابق في مجال الطاقة وأبرز النجاحات اللي حققتها مصر وتحويلها لمركز إقليمي واعد بين دول المنطقة للطاقة وتداولها وتصنيعها، وبيتحدث عن رسم خريطة المستقبل. وضوح كامل للمستثمر الخارجي وجذب الاستثمارات هو الهدف الأبرز من هذه المشاركة الواسعة التي نحن بصددها الآن في هذه الفعالية، معرض ومؤتمر إيجيبتس 2020 و60 من ممثلي الدول المختلفة من خلال شركاتهم في هذه الفعالية الخاصة لطرح كل ما هو جديد وخاص بالتكنولوجيا في مجال الغاز والطاقة وكيفية التصنيع والاستفادة منها كقيمة مضافة.
إذن هذا الحدث الذي يعد أداة هامة جدا لجذب الاستثمارات بين الدول وواعد بالنسبة للشركاء التجاريين لمصر على كافة المستويات، القطاع الخاص أيضا بوصفه شريك رئيسي وأساسي في عمليات التنمية في دوله المختلفة، يكون حريص على المشاركة في مثل هذه الفعالية لإضافة كل ما هو جديد من أفكار وتقنيات وتكنولوجيات حديثة في مجال التنقيب والاكتشافات. السلامة المهنية والصحة من الموضوعات الرئيسية جدا والمطروحة هذا العام في هذا المؤتمر، بوصفها أحد العوامل الرئيسية لصحة الإنسان وصحة كوكب الأرض بشكل عام. والنهاردة أيضا هيتم تكريم من خلال هذه الفعاليات الخاصة سواء اليوم أو على مدار انعقاد المؤتمر والمعرض في اليومين الخاصين به، تكريم لعدد من الشركات اللي التزمت فعليا بأعلى معايير السلامة والصحة في عمليات البحث والاكتشاف والتنقيب وصولا إلى التسويق والمنتج في شكله النهائي. مصر هي في القلب من القارة الإفريقية، مصر بموقعها الاستراتيجي بتتوسط قارات العالم وأيضا تطل على الممرات الأهم للتجارة العالمية سواء في البحر الأحمر، البحر المتوسط شمالا، وقناة السويس والربط ما بين البحرين. إذن همزة الوصل من هنا من مصر، هذا الملتقى الدائم ومحط الأنظار لكبرى الشركات المختلفة سواء في مجال الطاقة. هذه الفعالية وهذه المشاركة الكبيرة إنما تنبع أيضا من الثقة بالشهادات الدولية المختلفة في الاقتصاد المصري وما حققه بعد خطوات جريئة من الإصلاح الاقتصادي و كثيرة سريعة للتقدم في الكثير من المجالات. إذن ثقة في الاقتصاد المصري بشكل عام وثقة أيضا في مجال الطاقة وتصنيع الغاز والبترول بشكل خاص، نظرة إلى الاستثمار في الداخل المصري سواء للمستثمر المحلي الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال أو المستثمر الخارجي والشركات التي تعمل من الخارج وتنظر إلى مصر بوصفها الشريك الرئيسي لها في هذا المجال. صباح الخير، تفضلوا استريحوا، تفضلوا، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اصحاب المعالي، السيدات والسادة، الحضور الكريم، نجتمع اليوم مع بداية المعرض والمؤتمر الدولي الرابع للبترول ايجيبتس 2020. فخامة الرئيس، هذا الحضور الكبير من أنحاء العالم هو شهادة جديدة في حق مصر التي حققت وما زالت تحقق، أنجزت وما زالت تنجز بفضل قيادتكم وبجهد وعرق أبناء الشعب المصري الذي يسعى جاهدا للإنجاز من أجل حاضر أفضل ومستقبل أفضل كثيرا. فخامة الرئيس، قطاع البترول أصبح من القطاعات التي تشتهر بوضوح بنا كمواطنين مصريين أنه قطاع فيه الكثير من الأول الأمل في أسباب كتير. عندما أخلصتم سيادة الرئيس وأخلص من حولكم شفنا الكثير مما يتحقق وربنا فتح علينا وحبانا بنعمه الكثيرة، ولكن مع التخطيط الجيد والإدارة الجيدة أيضا كان الترشيد في الاستهلاك وكانت الزيادة في الإنتاج. هنشوف وهنسمع إن شاء الله وخاصة من معالي وزير البترول مهندس طارق الملا، هنسمع منه عن هذه الأمور وهذه المخططات التي قامت مصر بتنفيذها وحققت وأنجزت من خلالها في هذا القطاع. ولكن لن يحدثنا الوزير عن زاوية مهمة جدا، اسمح لي فخامة الرئيس أن أتحدث عنها. في الوقت اللي كان فيه البترول والغاز سبب للكثير من الحروب والمشكلات في مناطق كثيرة في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، كان لمصر رأي آخر
وكان لسيادتكم رأي آخر، فكانت الثروة هي السبب في أن نجتمع لا أن نتفرق، وكانت طاولة المفاوضات ليست مفاوضات ولكنها كانت طاولات اتفاق. ولو بقي أحد خارج هذه الطاولة وخارج هذا الإطار هو حر، ولكن سيعود صاغرا إن شاء الله وسط جموع العالم الذي اتفق على أن تكون الثروة البترولية هي أساس للتوافق بين الشعوب وبين الدول. الزاوية الثالثة في هذا التجمع، والذي يشهد حضور عدد كبير من ضيوف مصر نرحب بهم، منهم الوزراء والمسؤولين الدوليين، ومنهم 16 رئيس تنفيذي عالمي بيكونوا موجودين لأول مرة بهذا الشكل داخل مؤتمر ومعرض واحد في يوم واحد. هذه شهادة أخرى لمصر بلد الأمن، وجهة المستقبل، موضع الاستثمار ومحل الثقة. بيحضرنا أيضا السيد بول سويلنبرغ الرئيس التنفيذي لمؤسسة ديلي ميل جنرال تراست. وطبعا عايزين نشوف الديلي ميل هتكتب ايه عن مصر، يعني حضرتك متذكر نشفوا رئنا كام سنة ورا بعضهم، لكن الحمد لله هنشوف الديلي ميل بعد كده هتكتب الأيام اللي جاية عن مصر، وهو موجود في الصف الثالث في خامة الرئيس عشان خاطر يعني تبقى الناس شايفاه قبل ما يكتب. لن أطيل على حضراتكم، إن شاء الله يوم جميل بنسعد فيه طبعا بوجود حضرتك معانا في خامة الرئيس كالعادة، شيء يعني احنا شايفين قدامنا قطاع مبهر اللي موجود هنا بقاعة مليئة عن آخر. هنبدأ مع فيلم تسجيلي عن الطفرة الهائلة التي حدثت في قطاع البترول المصري. Industrial age continues to transform the world. With innovative forward-looking partnerships, major new discoveries, and a clear vision of the future, one place sits at the heart of the region's transformation, Egypt. With the country's transformational strategy set, vibrant reforms, robust growth, and a remarkable drive towards positive change, Egypt's wise leadership is a leading global model and a promising future that is full of achievements beyond all expectations. Under the leadership of His Excellency President Abdel Fattah el-Sisi, the new economic vision for Egypt recognizes potential and acts to guarantee an abundant and fruitful future for its people, turning the country's macroeconomic improvements into prosperity for its 100 million citizens, with over 11,000 new projects underway on Egyptian soil. From the Suez Canal expansion to the expediting of mega infrastructure projects, this infusion of capital and intent is driving an accelerated economic growth to its highest level since 2010. With upstream agreement reforms and incentives endorsed to benefit the state as well as the investor, new laws have been introduced to regulate the gas market, an energy subsidy reform program has been achieved, and the establishment of an independent gas regulatory arm has provided countless opportunities for the private sector to enter and compete across the entire gas and energy value chains. Egypt confirms its credibility and commitment to strong growth through securing energy resources to meet the country's requirements and provide robust job opportunities for its people. Combined with its new global innovative partnerships, continued upstream exploration and numerous discoveries, improved infrastructure and facilities, increased refining and processing capabilities, innovative downstream diversification, the Egyptian state has an active vision and goal to transform Egypt into a regional hub for oil and gas trade. True to Egypt's pioneering legacy, as the originator of the East Mediterranean Gas Forum, January 2020 saw the founding members initialize the EMGF statute. This further cemented Egypt's leadership position in building a coalition of interdependent societies, establishing a partnership with the European Union, and forging a more prosperous and consciously sustainable energy future for the Eastern Mediterranean region.
Egypt is soaring with new oil discoveries, and upcoming bidding rounds are seeing new major partners entering its energy domain for the first time. In 2018 and 19, the Egyptian oil and gas sector contributed 27% of the country's GDP, amounting to £1.4 trillion, $35 billion of foreign direct investments, 28 new blocks for oil and gas exploration to international companies through 6 bid rounds over the past 4 years, 58 agreements for oil and gas exploration signed with international companies from 6 bid rounds over the past 4 years. New industry players in the Egyptian market. The equivalent cost of producing a barrel decreased to reach $2.90 a barrel in 2018 and 19, compared to $4.20 in 2015 and 16. $22 billion invested in the downstream, refining, and petrochemicals domains. Energy subsidy reform programs led to a decrease in the domestic consumption of petroleum products by 21% in 2018 and 19, compared to 2015 and 16. Egypt holds the keys to the future of gas. At the start of this exciting new decade, we invite you to join our journey and be part of the industry's future. Welcome to Egypt. Welcome to the Egypt Petroleum Show. الفيلم ده بيذاع على الهواء، العالم كله بيشوفه بأرقام واضحة وصريحة وما فيهاش أي نوع من أنواع المجاملة. الرحلة قصيرة في عدد السنوات، طويلة وثقيلة فيما تم إنجازه. كل رقم من الأرقام حقيقي رقم مفرح وبارقة أمل للشعب المصري. زدنا بقى عن بارقة الأمل، بقى الأمل موجود ساطع إن شاء الله في سماء مصر. بدعو السيد كريس هاتسون بريزيدنت دي ام جي تي والإنجاز لإلقاء الكلمة. Firstly, good morning. Your Excellency, President Qatar. السيد فخامة رئيس دولة رئيس الوزراء، السادة أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، السيدات والسادة. نيابة عن شركة دي ام جي لتنظيم الفعاليات، أود أن أرحب ترحيبا held under the theme delivering the needs من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس تحت شعار تلبية احتياجات الغد من الطاقة. على مدار السنوات الأخيرة بات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس منصة أساسية لقطاع الطاقة في إفريقيا وشرق المتوسط، وكلنا فخر في تشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضوره هذه الفعالية التي تستمر 3 أيام لتبرهن على أهميتها ليس على قطاع الطاقة في المنطقة فحسب، بل لمصر على نحو عام. إن قدرتنا على تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه تعزى إلى حد كبير إلى توجيه الاستراتيجية النشط للغاية والدعم الفعال المقدم من معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. معالي الوزير، ونيابة عن دي ام جي للفعاليات ولجاننا الداعمة، أود أن أشكر معاليك شخصيا على قيادتك وتشجيعك الدؤوب على مدار السنوات الأربع الماضية. عندما بدأنا في التخطيط للنسخة الرابعة للمؤتمر لهذه العام، نجحنا في تشكيل لجنة تنفيذية ولجنة فنية من الخبراء العاملين في هذا المجال الذين عملوا بلا كلل من أجل تشكيل ملامح المؤتمر وإظهاره بهذه الصورة. ولن يكن لهذا المؤتمر أن يتم دون دعمك ودون تشجيعك، لنضمن أن قطاع الطاقة في مصر يحقق أهدافه المستدامة وفق رؤية واستراتيجية وقيادة فنية في جميع عناصر سلسلة قيمة الطاقة في المستقبل. أصبح العام 2020 عاما محوريا في صناعتنا على مستوى العالم وفي المنطقة، محوريا في سياق الاستجابة لوضع الغاز كمكون رئيسي في قصة انتقال الطاقة، وهي قصة تدرك الحاجة المتزايدة لمواجهة تحدي الكربون، والأهم الحصول على الطاقة النظيفة
بأسعار معقولة للجميع. في الحاجة إلى جذب جيل جديد من المواهب والقيادة القادرة على الاستفادة من مزايا سلسلة القيمة الرقمية الجديدة والتنقل في ربوع صناعاتنا من خلال العقود الأجلة المتقلبة وغير المؤكدة التي أنشأتها الأجندة البيئية والحركة الجيوسياسية. في الحاجة إلى الاعتماد على أجندة الابتكار مع التأثيرات على من نشارك معه ومكانه وأطقم المهارات اللازمة للعمل ضمن نماذج أعمال جديدة. وسوف يكون مسار التنمية الذي تتبعه أفريقيا والشرق المتوسط بدءا من عام 2020 عاملا مؤثرا بشكل متزايد في مستقبل نظام الطاقة العالمية لدينا. وفي هذا السياق إنها فرصة وكذلك تحديات، وسوف نعرض مجموعة سوف نستعرض لك مع مجموعة من الخبراء العالميين. إن هذا المؤتمر يجتذب 1600 وكذلك من المحورات التي سيعالجها المؤتمر هو طبعا دور المرأة في الطاقة والاستثمار. إننا نحتفل في هذا اليوم بأفراد أصحاب أداء متميز في هذه الصناعة. أمل أن يكون لكم وقت لزيارة المعرض لنرى أكثر من 450 عارضا من 28 دولة يعرضون أحدث تقنياتهم ونتوقع 35 ألف زائر من 35 دولة في هذا الأسبوع. فخامة الرئيس، السادة الضيوف الكرام، السيدات والسادة، يسرني أن أرحب بكم إلى هذا المؤتمر وشكرا جزيلا لكم. بشكر السيد كريس هاتسون، President DMGT Oil and Gas. طبعا مصر تتحدث بلغة الأرقام، ولكن هناك أمور أيضا لابد أن ننظر إليها بلغة غير لغة الأرقام. مصر بتفتح نفسها لأبنائها المخلصين لتظهر ما لديها من ثروات تحت أرضها في باطن أرضها وفي بحارها، ليس فقط في مجال البترول ولكن في مجال البترول وأيضا الثروة المعدنية، ولكن لذلك حديث آخر ومهم في وقت آخر. بدعو معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب المعالي، السيدات والسادة الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن أتحدث إليكم اليوم في هذا المحفل المهم وأمام هذا الجمع المتميز من القاهرة، تلك المدينة الساحرة التي تشهد على تاريخ شعب مصر وحضارته العريقة التي أثرت البشرية على مر العصور. فاليوم نجتمع سويا للعام الرابع على التوالي في افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول ايجيبتس 2020. هذه المنصة التي باتت احد عناصر تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بما تتيحه من فرصة كبيرة لمشاركة العالم قصص النجاح التي تحققت وكذلك الخطط والسياسات والإصلاحات والتطور التطوير الجاري العمل بها، وهي نافذة لاستعراض الفرصة والفرص المتاحة وزيادة سبل التعاون مع الشركات العالمية وخبراء صناعة البترول بما يحقق المصالح المشتركة. اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر، وأخص بالشكر والتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريف سيادته ورعايته الكريمة للمؤتمر والتي ساهمت بدورها في تعزيز خطى المؤتمر على مدار سنواته، وكذلك دعم سيادته المستمر لقطاع البترول والذي يساهم بشكل مباشر في تحقيق نجاحات ملموسة على الصعيد الداخلي والإقليمي والدولي. كما أتوجه بالشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث
لما بذل من جهد كبير لإنجاح فعالياته. الحضور الكريم، لقد نجحت مصر خلال السنوات الماضية في تخطي العديد من التحديات التي واجهت الدولة، كما نجحت في صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبي لافت، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض معدلات البطالة والحد من التضخم، فضلاً عن تنفيذ مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع جهود التنمية وجعلت من مصر نموذجاً يحتذى به في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وكان قطاع البترول بدوره يمر بتحديات كبيرة في أعقاب ثورة يناير 2011، بل كان يمثل تحدياً للاقتصاد القومي نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسي وأمني، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب وفقدان ثقة المستثمرين وتباطؤ الاستثمارات وتوقف العديد من المشروعات، مما أدى إلى عجز في إمدادات الغاز والوقود. وخلال الأربع سنوات الماضية خاض قطاع البترول أحد أقوى معارك التنمية والبناء والتغيير، واستطاع تحويل الأزمات والتحديات إلى قصص نجاح مبهرة أشاد بها العالم وجنى ثمارها أبناء هذا الوطن، كما ساهم في النهوض بالاقتصاد القومي واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو. واسمحوا لي أن أستعرض بعض قصص النجاح التي كان من شأنها النهوض بالاقتصاد الكلي بالدولة وتلبية احتياجات المواطنين. ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018-19 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، كما حقق قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجاري عن عام 2018-19. بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها حوالي 1 تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الأربع سنوات الماضية. خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80%، مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابياً على زيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد. نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 20%، مما مكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستئناف التصدير. كما بلغ إنتاج الزيت الخام والغاز أعلى معدلاته في تاريخ مصر ليصل إلى 1,900,000 برميل مكافئ في اليوم في شهر أغسطس 2019. انخفضت تكلفة مصروفات إنتاج البرميل المكافئ لتصل إلى 2.9 دولار في 2018-19 مقارنة ب 4.2 دولار في 2015-16. حقق قطاع البترول رقم قياسي غير مسبوق في نتائج المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل، حيث تم رفع معدلات التوصيل إلى أكثر من 1,250,000 وحدة سكنية سنوياً، وذلك في إطار سياسة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، توفير الاحتياجات المواطنين في سهولة ويسر وترشيد الدعم. تم تنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة مجمعات ووحدات ومصافي التكرير، وكذلك رفع الطاقات الاستيعابية لاستقبال ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز، وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة بالدولة لتواكب متغيرات السوق العالمي. كما شهد ملف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز انطلاقة كبرى على كافة الأصعدة، بدءا بتطوير البنية الأساسية وتعزيز أواصر التعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين، من أهم الخطوات العملية في هذا الصدد استئناف التصدير إلى الأردن وكذلك وصول الغاز من حقول شرق المتوسط لمصانع الإسالة بمصر لإعادة تصديره. كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية مقرها القاهرة، وذلك خلال 12 شهر فقط منذ طرح مصر لهذه المبادرة، بهدف تعزيز التعاون من خلال حوار منهجي
وصياغة سياسات إقليمية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة بشكل يسهم في مواجهة التحديات السياسية وبما يعود بالنفع على شعوب المنطقة. وفي إطار اهتمام قطاع البترول بتطوير العنصر البشري، فقد تم تنفيذ برنامج وزارة البترول لإعداد وتأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بالشراكة مع كبرى شركات البترول العالمية. وستنتهي الدفعة الأولى قريبا من تنفيذ برنامج مكثف اشتمل على فترة تدريب عملية في مواقع الشركات العالمية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى تدريبهم على المهارات المختلفة لفترات تراوحت بين 6 أشهر وعام كامل لإعدادهم لقيادة القطاع في المستقبل. وفي ضوء النجاح الكبير الذي تحقق، يسعدني أن أعلن عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من البرنامج أوائل شهر مارس القادم. السيدات والسادة الحضور الكريم، ربما نستطيع سرد قصص النجاح التي حققها قطاع البترول في بضع دقائق، إنما تحمل هذه النجاحات في طيها جهد وعمل سنوات ربما نحتاج لأيام لاستعراضها، ولكن دعوني أختصر لكم أهم عناصر النجاح فيما يلي. أولاً، القيادة السياسية الواعية التي تمتلك رؤية وتؤمن بقدرات وطنها ومواطنيها، مما مكنها من قيادة مصر بحكمة خلال فترة عصيبة من الاضطرابات والعبور بها إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء. ثانياً، الاستقرار الأمني والسياسي، فكان الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات الحكومية وحمايتها باعتبارها الذراع الأساسي الضامن لاستقرار الدول، أثر كبير في تهيئة المناخ المواتي لتحقيق خطط التنمية المستدامة. ثالثاً، العمل وفقاً لاستراتيجية وخطط عمل موضوعة على أسس علمية ومنهجية واضحة. فخلال 4 سنوات الماضية عمل قطاع البترول بخارطة طريق ورؤية واضحة ذات وجهة اقتصادية وعملية ترتكز على العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق عائد يسمح لنا باستمرار التطوير والمساهمة بقوة في دفع عجلة النمو والبناء. رابعاً، التواصل مع الشركاء من خلال حوار متفتح للتعرف على المشاكل والتخلي عن طرق العمل التقليدية واتخاذ قرارات إصلاحية جريئة تحقق المصالح كافة الأطراف، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه شركاؤنا لدفعهم نحو زيادة الإنتاج. وأود أن أنتهز هذه المناسبة وأتوجه بالشكر لشركائنا على تفهمهم للتحديات التي مررنا بها وحرصهم المستمر على زيادة استثماراتهم في مصر. وأخيراً وليس آخراً، تفاني العاملين والانتماء والإخلاص في العمل وإعلاء مصلحة الوطن، فدائماً ما تظهر المحن عزائم ومعادن البشر، وشعب مصر عبر تاريخه أظهر أفضل ما لديه في الشدائد. الحضور الكريم، لا يزال قطاع البترول يذخر بالعديد من الفرص في كافة المجالات، ابتداء من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط. وكذلك هناك فرص عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع. ولا شك أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر، ويدعمنا في ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية وسياسات الدولة. ومن بين عناصر الدعم ولعل أهمها برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع البترول، والذي وافق عليه مجلس الوزراء منذ 2 أسبوع، والذي يستهدف مراجعة وتحديد الأدوار والمسؤوليات المختلفة والفصل بينها وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة ووضع هيكل تنظيمي جديد للقطاع لاستغلال وإدارة الموارد بطريقة مثلى. ويدعمنا قاعدة قوية من الكوادر البشرية المتميزة التي نعمل على إعدادها حاليا لقيادة المستقبل. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أجدد الترحيب بكم في مصر، وأعرب عن ثقتي في أن مشاركتكم وحواراتكم على مدار جلسات المؤتمر سوف تكون بناءة ومثمرة، وستسهم في دعم جهود تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف وحق لكل شعوب العالم. وأخيراً، أتوجه بالشكر بجزيل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
على دور سيادته الاستثنائي في دعم قطاع البترول وحرص سيادته الدائم على مشاركتنا أهم أحداث قطاع البترول. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. الحقيقة يعني النهاردة الصبح ومبارح بالليل الحوار بتاع معظم الناس اللي كانوا اللي موجودين النهاردة هو الجو هيبقى برد ولا برد قوي، أصل التجمع برد، أصلها هتبقى الجو هيبقى عامل إزاي. في اللحظة اللي احنا بنفكر فيها في برد التجمع، في شباب مصريين في قلب البحر واقفين على الحفارات واقفين على منصات استخراج الغاز، وفي شباب في قلب الصحراء اللي هي طبعا درجة الحرارة فيها أقل من التجمع بكتير، وما عندهمش فكرة أو فرصة إن هم يقولوا نلبس كوفية ولا نلبس بلطو. اتصل بيا واحد من الشباب دول الأسبوع اللي فات وقال لي في مؤتمر البترول هتلتقي بالرئيس، قلت له أتمنى. فقال لي لو التقيت بالرئيس بلغه إن إحنا كلنا ورا. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي، الحضور الكريم، إن شاء الله يكون هذا المؤتمر مؤتمر موفق بإذن الله، وإن شاء الله تبقى كل الجلسات اللي فيه والمعرض تبقى ناجحة، وبعده حضرتك فخامة الرئيس لافتتاح المعرض وتفقد الأجنحة. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، من هنا نحييكم.